السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي متابعي قناه الشعب شوف تي في، مباشره معكم من وسط المدينه القديمه، يعني حشومه وعيب انهم يستنفروا كل جو الوقايه المدنيه وما كاين حتى شي حاجه، يعني دخلوا لعين المكان ما لقاو حتى شي حاجه. شوما وعيب وعار انهم يستنفروا رجال الامن مصحوبين بالوقاية المدنية تلعي المكان ورا ما كاين حتى شي حاجة. طريقة باش نقلوا الوقاية المدنية لأجل السيطرة على الوضع وما كاين حتى شي حاجة حشومة وعيب وعار هادشي اللي تيوقع. يعني نوضوا الوقاية المدنية من السحور ديالهم حشومة وعيب وعار هادشي اللي تيوقع، انك تعيط للوقاية المدنية ان كاين حريق، يعني هذا خصو يتعاقب، هذا اللي عيط للوقاية المدنية خصو ياخذ العقاب ديالو. فهاد اللحظات الوقاية المدنية غادي ترجع للقشلة. الحريق غادي نشوفوه حنا من الشارع قبل ما ندخلوا للمكان، غادي يبان ان كاين دخان ما كاين حتى شي حاجه، يعني نحسبوها مجرد تسخينات وصافي.